نتوكل ومن الله دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحيتنا متجددة بانطلاقات هذه الأشواط الصباحية التي تنطلق من أرضية عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة في مهرجان جائزة زايد الكبرى، وينطلق في شوطنا الخامس الذي انتفع قبل قليل يحمل منافسات وتحديات الابكار من فئة المحليات الاصايل الانتاج. نتمنى التوفيق دائما للجميع. مباشرة نسير الى الشاهنية بالمركز الاول لمحمد، ايضا لمحمد بن مقين بن محمد المنصوري ياتي على المركز الاول وياتي على الصدارة، بينما انتقل للمركز الثاني هناك مع اندفاعت المركز الثاني هنا مع المركز الثاني وصلت وتحركت فيها القادمة بهذا الأداء المميز والتحدي الجميل مع انطلاقة هذه التحديات. ملفة لأحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري، انتقل للمركز الثالث هنا التزام محمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، بينما المركز الرابع وصلت فيه الضبيل خليفة بالكندي بن مصبح المرر، وخامس المراكز هناك منصورة لحمد بن مطر بن حمد بن حليس الاكتفي، بينما المركز السادس تحركت وانطلقت شواهين لمحمد بن مسلم بن بخيت الراشدي، ياتي مع الشواهين القادمة في هذا المستوى الكبير في انطلاقة عاصمة ميادين سباقات الهجن ميدان الوثبة في سن اللقاية في تحديات هذا الانطلاق. هناك وصلت مقادير لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري يصل مع مقادير، بينما المركز الثامن هنا تحركت نجوى لناصر بن مبارك بن عية الشامسي، ياتي من خلال هذا الوجود هنا بهذا الاندفاع المميز من خلال تحركات هذه الاسماء وصلت نوادر، وصلت نوادر لمحمد بن علي بن سعيد بالسبعه الدرعيات هنا في هذا اللحظات والتحديات المميزه. لكني أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى مقدمة الشوط، إلى التزام على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. يقدمها محمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسية، يقدم لنا هذا العرض المميز والجميل من خلال وجود هذا الحضور، بينما المركز الثاني وصلت وتحركت هنا في هذه اللحظات ملفة يقدمها في هذا الملفة الجميل أحمد بن محمد بن سعيد دلع عضيلي العامري، ينتقل للمركز الثالث شواهين القادمة، شواهين هنا بشعار محمد بن مسلم بن بخيت الراشدي، بينما المركز الرابع ريبة لزايد بن محمد بن قران المنصورية. هنا تواصلت الأسماء ووصلت في هذه اللحظات وتحركت في هذا المستوى الجميل. نجوى القادمة بهذا المستوى لناصر بن مبارك دنعي الشامسية، يا مرحبا يا نجوى بالأداء الكبير بالشكل المميز بالأداء الممتاز. لكن القادمين هنا في هذه الاندفاع وفي هذه الانطلاقة المميزة هنا في هذا التحدي الكبير هنا في هذا المستوى المميز من الأسماء القادمة هنا في جائزة زايد الكبرى. لكن وين أعود؟ إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة،
نعود إلى الحوار الثنائي هنا ما بين هذه الأسماء. وصلت شواهين لمحمد بن مسلم بن بخيت الراشدي، لكن ملفا يا الشاعر ملفا هنا بهذا الأداء بشعر أحمد بن محمد بن سعيد بن عضيلي العامري يتحرك بالأمال، يتحرك بالطموحات، يتحرك بالإبداع. لكن القادمين وصلت في هذه اللحظات لزايد بن محمد بن قران المنصوري، ووصلت هنا في هذه اللحظات ايضا التزام عادت لمحمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسية. ولعت المنافسة لوكن وين ريبة 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 راحت الى المركز الاول، راحت الى الصدارة بشعار زايد بن محمد بن قران المنصورية. راح بن قران بالابداع يقرد خارج السرب لينطلق للمركز الاول بفارق باداء. هناك مع هذا الاندفاع سلام ميدان غياثي سلام هنا مع هذا الاندفاع الجميل شعاري بيان الرموز، وهذا هو الاندفاع الكبير. تهانينا لمالك ريبة زايد بن محمد بن قران المنصوري المركز الثاني. هنا كانت حاضرة شواهين محمد بن مسلم بن خيط الراشدي المركز الثالث. هنا وصلت في المركز الثالث ملفا لأحمد بن محمد بن سعيد العضيلي العامري، بينما المركز الرابع وصلت التزام لمحمد بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي. والمركز الخامس كانت حاضرة هي أيضا سلهودة حمود بن مبارك بن حمود المنصوري، ولكن نعود أيضا إلى ريبة وتوقيتها هنا مع زايد بن محمد بن قران المنصوري. وشكرا ومشكور يا راشد بن محمد على هذا الأداء الكبير شعار بيان والغني عن التعريف. التوقيت الزمني 7:27 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا 7:30 و3 أجزاء من الثانية. كانت حاضرة هي شواهين لمحمد بن مسلم بن مخيط الراشدي المركز الثالث. هنا نتابع كانت ملفا لأحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري، والتوقيت الزمني 7:31 و3 أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني المرافق للمركز الثالث. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما.